مساء الخير عليكم البنات، ومرحبا بكم معايا في قناتي. راني وليت لكم فيديو جديد وبموضوع جديد اكيد راح يعجبكم، وخصوصا بحلول فصل الصيف. المره هذه جبت لكم مجموعه جديده من جيل دوش من لامارك سواليس. لامارك هذه البنات بزاف هايله، وكامل لي برودوي كوزميتيك اللي نحطها في قناتي راهي مضمونه ومجربه شخصيا. كما على بالنا بلي شاك غام في لي جيل دوش تقريبا نلقاو من 6 حتى 10 علب، وكل علبه تتميز برائحه خاصه بها. يعني كل علبه عندها ان بارفان سبيسيال على حساب الماده المستخلصه في كل علبه. انا البنات كما عودتكم انه من المجموعه كامل نشري زوج ولا ثلاثه اللي يكونوا نلقاهم مميزين، ونستعملهم ونجربهم شخصيا ونعطي لكم رايي فيهم. على بالنا بلي لي جيل دوش يستعملهم كامل النساء كبار وصغار، وبالاخص العرائس. على هذيك نلقاو بلي العرائس دائما يدوا زوج ولا ثلاثه تقريبا من كل مجموعه. الحاجه المليحه في لاغام هذه البنات انه تغسل وتنظف وتنعم البشره، يعني حاجه روعه. الحاجه ثاني اللي مميزه فيها قلت لكم هذيك الرائحه المنعشه اللي تتميز بها كل علبه. كمعلومه فقط البنات، هذا راهو منتوج جزائري 100%، وهذا صراحه يعني حاجه مليحه. كذلك معلومه واحده اخرى انه العلبه، شوف الله يبارك، علبه كبيره وترفد كميه لا باس بها، تقريبا تحكم لك اكثر من شهر، وعلى حسب كل وحده بطبيعه الحال، كل وحده والاستعمال تاعها. الكميه تاعها شوفوا البنات فيها 450 مللتر، يعني 450 ملي. تاني الحاجه اللي نزيد نهضرها لكم مهمه كذلك، واللي هي نلقاوها مكتوبه انه مصادق عليه من طرف خبراء الجلد، يعني حاجه مضمونه 100%. ما تخافوهاش، ما فيها ما دير حتى اثار جانبيه للبشره. العكس قلت لكم انه كي تستعملوها راح ترطب لكم البشره تاعكم. دوك نحط لكم البنات المجموعه كامله هنايا في اعلى الشاشه، وراح فقط كمعلومه باش تعرفوا فقط المجموعه الكامله من جيل دوش من لامارك سواليس. عندنا قلت لكم العلبه الاولى مصنوعه من بروتين الحرير، عندنا الثانيه مصنوعه من مستخلص المانجو، عندنا المجموعه الثالثه مصنوعه من مستخلص الحمضيات، اما الرابعه مصنوعه من مستخلص الرمان، عندنا العلبه الخامسه مصنوعه من مستخلص طحالب البحريه، اما العلبه السادسه مصنوعه من مستخلص زهره السوسن. هذه فقط البنات قلت لكم كمعلومه باش تعرفوا بلي لاغام تاع جيل دوش سواليس واش فيها، وكل وحده اكيد راح تشري كل وحده واش عجبها. قلت لكم انا اللي جربتهم شخصيا هادو الثلاثه، ولقيتهم يعني صراحة حاجة مليحة. بالنسبة للسعر، أنا السعر دايما البنات نخليه في آخر الفيديو، لأنه معظم المتابعين ومشتركين الأوفياء لقناتي يقولوا لي ورينا لي برودوي كوزميتيك تكون نوعية مليحة، وفي نفس الوقت أكدنا أنه السعر يكون تاني في متناول الجميع. صراحة البنات أنا نقول لكم باللي السعر تاعو راهو في متناول الجميع. هاد البنات ما نلقاوهش غالي، راهو فقط بخمسة وعشرين ألف للعلبة، يعني 25 للعلبة الواحدة. واش نقول لكم خياتي، كان هذا هو الموضوع تاعنا لنهار اليوم. الا كان استفدتوا البنات ما تنسونيش بالإعجاب قبل ما تخرجوا من لا فيديو، واي وحده عندها اي تساؤلات ولا اي استفسارات اكتبوا لي البنات، راح نجاوبكم في لي كومونتير. في الاخير نقول لكم بقاو على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. بقاو على خير البنات، باي.